في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أطلقت السفارة الأمريكية في العراق مؤخرا العديد من البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز النشاطات الثقافية بين البلدين. تركز هذه البرامج على إصلاح التعليم العالي في العراق وتعزيز التعاون بين جامعات البلدين عبر مبادرة شراكة في التعليم العالي للسفارة الأمريكية والدعم الأمريكي الموسع لمبادرة الجامعات في المناطق المحررة. تتضمن هذه البرامج تبادل الزيارات بين مواطني البلدين خصوصا الشباب والدراسة والبرنامج الدولي لإقامة الصلات فضلا عن برنامج خاص لتعلم اللغة الإنجليزية، فيما تهدف برامج أخرى إلى تنمية شخصيات قيادية عراقية عبر برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية في المجالات كافة كالعلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي. بموجب هذه البرامج بموجب برامج التبادل الطلابي يرسل عشرات الشباب العراقي إلى الولايات المتحدة لإدخالهم في تدريبات تطور من قدراتهم التقنية والأكاديمية، وتتضمن هذه البرامج مستويات مختلفة من الخبرات لطلاب الدكتوراه والماجستير فضلا عن طلاب المدارس الثانوية. برنامج بالعراقي يسلط الضوء اليوم على هذه البرامج الثقافية والتعليمية التي تمولها السفارة الأمريكية لتمكين الشباب العراقي وتطوير قدراتهم، ولماذا تواجه هذه البرامج بالانتقاد والتهديد من قبل بعض الجهات في العراق.